لجأ فنانون ومسرحيون في مدينة عدن جنوبي اليمن إلى إقامة عروض فنية ومسرحية، وذلك في محاولة لنشر السلام بين سكان المدينة وكذلك لإحياء التراث العدني الموشك على الاندثار. مسرحياتهم وأغانيهم تتحدث عن السلام. الجميع هنا في مدينة عدن يحاول نفض غبار الحرب التي علقت في أذهانهم. بالفن يمكن القضاء على الأفكار والأفعال المتطرفة، يقول الفنانون، ومن خلاله يمكن إعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة المضطربة. الفن هي رسالة بحد ذاتها، احنا دائما نقدم من خلال فننا يعني القضايا التي يعيشها كل إنسان في المجتمع، ننقل معاناته ونوجد حل في نفس الوقت، مش بس احنا يعني نروح نعطي رسالة من غير ما نجيب نوجد الحل. من أحياء مدينة عدن المختلفة ومن مدن يمنية مجاورة حضروا قاطعين المسافات الطويلة ليشاهدوا عروض هذه الفرق الفنية، عروض أحيت الفن العدني بعد أن أوشك على الاندثار بفعل الحرب وهمومها. عدن تشهد نقلة نوعية حاليا بعد ظروف الحرب اللي مرينا فيها، ومع تواجد سلطة محلية واعية في الزمن اللي نحن نعيشه تفهمت دور الفن والفنانين. وكانت مدينة عدن أول مدينة في الجزيرة العربية عرفت السينما والمسرح، وعلى الرغم من ذلك اضطر الفنانون استئجار قاعات العرض والسينما لإيصال رسائل إبداعاتهم إلى الجمهور. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي.